اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بنرحب بمحمد فتحي نجم منتخب مصر في الاثقال البارالمبي، واللي حقق 4 ميداليات، 2 ذهب و2 فضه. قدامي على الترابيزه الميداليات في وزن 49 كيلو جرام. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا في قناه الاهلي. الله يخليك، والف مبروك، انجاز كبير. الله يبارك في حضرتك. محمد، يعني يمكن كابتن مصطفى معانا مكمل معانا من الفقره الاولانيه، وانضمامك للمنتخب، يمكن اتكلمت مع اسلام، انضمامك للمنتخب كان ازاي؟ ازاي رحت المنتخب؟ والله المنتخب ده كان حلم، يعني اللي انا اخش المنتخب واعمل ارقام عشان اسافر معاهم وكده. يعني طبعا. طب دخلت ازاي؟ يعني ابتديت لعبه رفع الاثقال ازاي؟ ورحت ازاي؟ وبدات يبقى عندك حلم، انت احنا كلنا بنعمل ايه؟ بنلعب في نادي، وبعد كده بنلعب مع نادي بيبقى معانا زمايلنا، نسمع عن المنتخب، قول يا رب اخش المنتخب. ازاي التطور جاي؟ ازاي ابتديت الاول كام سنه رفع اثقال؟ يعني من سنتين بالظبط او 3 سنين. ابتديت فين؟ في الشرقيه. ايه ده، انت محافظه الشرقيه؟ اه، محافظه الشرقيه. ولعبت ازاي في محافظه الشرقيه؟ كنت في الاول كنت في مدرسه الثانويه، وكنت رايح درس بتاعي وكده، ورجعت وبعدين قلت لبابا ايه، انا ما عنتش عايز اروح. حصل كده ايه، طشه كده في المدرسه وكده، قلت له انا ما عنتش ايه رايح المدرسه. قال لي ليه ومش ليه، قلت له كده وعايز العب جيم. ما قلتلوش رفع اثقال، قلت له انا عايز العب جيم. سبحانك رب. وقابلت الكابتن محمد ابو اسماعيل ودربني وطلعني بورسعيد، عملت اختبار مع الكابتن جلال، والكابتن جلال اخذني، كان اول اختبار ليا للمنتخب السنه اللي فاتت. ودخلت وبعدين سافرت معاهم بطوله جورجيا، كان اول بطوله في حياتي كلها، بطولة عالم. سافرت معاهم وما حصلش نصيب، يعني كان لسه ايه بتعود. يعني انت في سنة ونص كنت منتخب؟ اه طبعا. طيب يعني محمد، هل الموقف اللي انت حصل لك ده اللي اثر فيك؟ الله اعلم، موقف بقى كان فيه تنمر، كان فيه ايه، معرفش، ايا كان، سبحان الله حولك واحد تاني، تحول طلع الوحش اللي جواك. طبعا. يعني برضو خلي بالك، ما ممكن واحد يتعرض لموقف زي ده ويحبط، انت خدته بحاجه ايجابيه، قلت لا انا هبقى بطل. والتقدم السريع بتاعك اللي حصل في اللعبه ده يدل على عزيمتك وارادتك اللي انت عايز. انا عايز اوصل وعايز اعمل ارقام وعايز اخش وتبقى بطل اولمبي وعايز احقق حلمي يعني. طب لما انت حققت كده، بابا قال لك ايه؟ هو بابا قاعد في الاستراحه، واحب اشكره برضو، واحب اشكر والدتي اللي هم دعموني وتعبوا معايا برضو عشان يوصلوني لهذا الحال. يعني انت سعيد دلوقتي؟ انت دلوقتي، طب اسالك سؤال، انت دلوقتي زعلان من اعاقتك؟ لا والله مش زعلان ولا حاجه. وانت جاي النهارده من الشرقيه وجاي فخور، انت راجل بطل افريقيا وراجل رايح اولمبيات وبتاع، يعني بسم الله ما شاء الله عليك، انت راجل يعني دلوقتي تشاور عليك بالبنان، فانت حاسس ان انت عملت حاجه. اه الحمد لله، ان شاء الله انا اللي جاي احسن. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.